charge Q equal to uh, 2000 microcoulomb is at origin of spherical coordinates. A concentric spherical distribution of charge at r equal to one meter has charge density rho s equal to 40 by bico per meter squared. What surface charge density on a concentric shell at r equal to two meter would result in d equal to zero for r greater than to metal فإذا نرسم هذا السؤال راح يكون رسم بهذا الشكل فنفس ما نلاحظ عندنا بوينت charge موجودة عند الاوريجن وعندنا عبارة عن concentric charge distribution عند ال R equal to 1 متر تمتلك رو S1 40 باي بيكو كولوم لكل متر تربيع المطلوب هو معرفة التشاو دينسيتي اللي هنا اطلقنا عليها اسم او اس 2 الموجوده على كونسترك شيل يعني تمتلك نفس المركز وتمتلك نص قطر عباره عن 2 متر بحيث ينتج دي ايكوال تو 0 فور ار اكبر من 2 متر فبالتالي هنا نحتاج الى قانون جاوس وبالتحديد الى المنطقه اللي نهتم بها اللي هي المنطقه اللي يكون قيمه الدي يساوي صفر عند ال R أكبر من 2 متر إذا هنا نركز بالحل على المنطقة اللي هي ال R أكبر من 2 متر نحاول نجد قيمة ال D كابتل عند هذه المنطقة وبعدين نساوي بالصفر من أجل إيجاد قيمة ال رو S2 اللي سببت لنا أنه ال D بهاي المنطقة يساوي لنا صفر فإذا نكتب قانون جاوس لو أنه تكامل D دوت دي اس يساوي لنا Q نكلوز فبهاي المنطقة راح نختار أكيد سطح خيالي راح يكون عبارة عن كرة نصف قطرها عبارة عن آه R ف راح نكتب انه بالنسبة الى الجزء اليسار من القانون اللي هو الجزء الخيالي اكيد راح يكون ما هو الا دي في اربعة باي ار سكوير بالنسبة الى الجزء اليمين اللي هو الجزء الحقيقي راح نلاحظ انه الشحنة المنظورة من هذا السطح الخيالي راح نلاحظ عبارة عن بوينت شارج مقدارها كيو بلس وعدنا أيضا أنه S1 موجودة على الكرة نص قطرها واحد متر لازم أضربها في ال S1 اللي مساحة هاي الكرة الداخلية وأيضا أنه قاعد أنه نلاحظ أكو شحنة أخرى هي مجهولة مقدارها رو S2 وأكيد نحتاج نضربها في قيمة مساحة هاي الكرة اللي نسميها S2 فإذا هنا D في أربع باي R سكوير راح يساوي لنا Q قيمته ألفين بيكو زائدا و اس 1 قيمتها 40 باي بيكو نضربها في المساحه مساحه الكره الداخليه فاكيد راح تكون 4 باي في نصف القطر تربية اللي قيمته 1 بلس رؤس اس 2 و اس اللي هي المجهوله هي المطلوبه بالسؤال في مساحة الكرة الخارجية اللي هي الشول أو, أو القشرة راح تكون عبارة عن أربعة باي في نصف القطر تربيع اللي هو اثنين تربيع نسوي هالكمية بالصفر باعتبار إنه الدي بهذه المنطقة بتأثير أس يجب أن تكون قيمتها صفر وهذا المعطى بالسؤال راح يساوي ألفين بيكو بلس هنا راح يصير عندنا أربعين في باي تربيع في أربعة بيكو بلس آه تو في طبعا هنا راح يصير ستة باي اذا فو اس تو تكون اكيد ما هي الا ماينس الفين بيكو بلس مية وستين باي سكوير على ستة عشر باي واحد ساوينا عبارة ناقص واحد بوينت Bir kolon, lüks metre, tabii.